زيارة وفد ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في سجنه فندت ما تم ترويجه بشأن تعرضه للتعذيب داخل السجن. الوفد التونسي أكد أن البغدادي المحمودي قبل عرض الرابطة بتمكينه من محامين تونسيين للدفاع عنه باستثناء محاميين رفض إنابتيهما. تم التحفظ عن ذكر اسميهما في الندوة الصحفية إلا بإذن من رئيس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي طبيب. وكيل وزارة العدل الليبية أكد للوفد أيضا أنهم بصدد تحرير شكايات ودعوى جزائية ضد كل من قدم معلومات مغالطة لتعرض البغدادي المحمود للتعذيب داخل السجن.